السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة جيبوتي في المغرب أو رقم السفارة الجيبوتية في المغرب. رقم التليفون هو 00212 537 754 900. يبقى تاني، رقم سفارة جيبوتي في المغرب أو رقم السفارة الجيبوتية في المغرب 00212 537 754 900. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.